شو طمنوني يا شباب؟ انتو جاهزين؟ جاهزين. الشموع معك ميسون؟ طبعا ليكن معي. المحبس وينه؟ تفضلي. وهلا بتضلوا ناطرين حتى اشعار اخر ماشي؟ ما بتلفتوا انتباه ابدا، بدنا ننفذ المهمه بكل هدوء ولا صوت. يلا انتو جاهزين للمهمه المستحيله؟ جاهزين. من وين هذا الصوت؟ جانب تسمح لي بهالرقصة؟ Ben sana neler söyledim, kalbinde yok mu hiç yerim, bak seni nasıl özledim. Şarkılar yazdım duy diye, günler eskittim yıl diye, nasıl unuttun sen beni. وهلا انا بدي احكي لك قصة صغيرة. وعن شو بتحكي هاي القصة فتون؟ يلا احكي لي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في بنوتة صغيرة كتير، وبيوم من الأيام هالبنوتة الصغيرة ضلت وحيدة وما صفي لحدا بنوب بكل الدنيا، بس هي تعودت إنه تعيش وحيدة دائما وما حدا وقف جنبها، حتى ما كان حدا يزورها بكوخها الصغيرة اللي بالغابة. بس بيوم من الأيام هالبنوتة كبرت وتوحشت، إيه جان؟ وتوحشت لدرجة كبيرة لحتى نسيت شو هو الحب وكيف بتنحب كمان. بعدين بيوم كان كتير حلو طلع قدامها شاب طويل، يعني كان قد طوله مرتين تقريباً. أول شي تخيلت إنه هي صدفة، بس مع الوقت فهمت إنه مو اللي جمع بيناتهم هي الصدفة وبس. البنت حبته للشاب كتير، حبته بجنون، وكمان اعتبرت هذا الشاب كل حياتها، بس بنفس الوقت غلطت وكسرت له قلبه. ايه وبعدين شو صار بيناتهم؟ بعدين البنت فكرت كتير منيح وحطت عقلها براسها. لا ما بصدق. وبعدين هي اتخذت قرارها. جان أنا ما بقى بدي حبك من بعيد بنوب، ما بقى بدي أهرب من شي ولا حتى أتخبى منك، أنا بدي أعيش معك على طول. تقبل تتزوجني جانتي كي؟
çalsam, hangi kapıyı çalsam? Jean? أنا ما توقعت منك هذا الشيء. أنا فكرتك موافق على فكرة الزواج جان. أنت غيرت رأيك شيء؟ ما بدك نتزوج؟ ما رح تزبط فتو، مستحيل. قصدي بالمقلوب أحسن. لك أنت أمتى بحياتك شفتي بنت تقدمت للشاب الزواج؟ أنت ما رح تعرفي تشتغلي صح يا قندوس؟ لك جان عشوي كان رح يوقف قلبي من حكيك يا غليظ. روحي فتون، تقبلي تكوني شريكة حياتي العمر كله، رفيقة عمري وروحي، رفيقتي لحتى نصير نحن الاثنين ختاير عنيدين ونكدين؟ وقتها ممكن تتحمليني؟ ممكن تتحمليني لآخر لحظة من حياتي وتكوني النفس يلي بتنفسه؟ تقبلي تتزوجيني؟ يا هيك الحب يا بلا. اسمعيني، هاي المرة ما في تهربي وتروحي لأي مكان، مفهوم؟ لكن اتمسك فيني منيح. خوفتك يا مجنونة؟ ايه خوفتني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.